لا انا عاوز اسال سؤال بقى. اتفضل يا اتفضل. ايه الكره اللي عندنا في الانطره ما زالت محرومه من الميه؟ طب والاصلاح في الاصلاح في 14 طب والاصلاح في الناس اللي هنا البلد ثاني عندنا في عندنا مثلا والبشمهندس محمد واضح قطع خطوه هيقول لحضرتك برضه ايه اللي أنا أسمعك. ما بره خارج الحيز العمراني ده بمجرد ما ينتهي موضوع التصالح عن تحرك الخط. أنا عاوز النسبة يعني مثلا سننطلع كم نسمة بتوفر ميه كام نسمه وفي لسه محروم من الميه الحلوه دي. ايوه بالنسبه للمناطق المنطقه اللي قالوا عليها دي كنا احنا عندنا الهالي تهيج ده لعدد المواطنين في الانطره وصلنا 226,000 دلوقتي. المناطق اللي مش بيوصل لها ميه فعليا كتعداد بندخل تقريبا في حدود 12,000 اللي هو الامان اطراف اطراف البيضيه الامان وبشرويد والاتحاد واطراف النصر هنا اللي هي التبع والاصلاح. ويمكن البشمهندس يعني عندنا الاصلاح داخله في الخطه. اصلاح والتبع احنا بعدنا عن انا اسمع كل تعليمات ودول تم التوصيل لهم فعلا من اكثر من شهر. لكن الثلاث اماكن دول المثلث برضه طبعا عاوز الموضوع كده احنا مغطين قد ايه اللي فاضل عندنا.